كونوا بألف خير. اليوم بعد ما فقت فورا بعتت أولادي على الروضة عشان ألحق أشوف مقابلة زوجي، لأني زوجي طالع على التلفزيون على قناة العربي، فحبيت أشوفه قبل ما تروح علي لأني هي ما كتير وقتها كتير طويل. فتفرجت عليها بعدين قمت قلت أسوي فنجان قهوة قبل ما يجي جوزي، فحبيت فرجيكم هاي الشوكولاتة جايب ليها زوجي، بيكون داخلها برتقال مجفف ولوز بنفس الوقت، كتير طيبة وكتير لذيذة وبنفس الوقت صحية، 54% كاكاو، فبتقدروا تاكلوا منها قطعة، بس أكيد مو تاكلوها كلها وتقولوا نحن عاملين دايت وهيك صحي، لا ما بيصير، لازم تاكلوا قطعة باليوم، ما بتسوي ضرر وبالعكس كتير مفيدة للجسم مشان ما تسمنوا، هذا القصد يعني. وبعدين قلت يلا خليني بلش بالقهوة وهيك أجهز القهوة قبل ما يجي جوزي. وبنفس الوقت جبت هذا الكاتو اللي انصرعنا فيه على التيك توك، كتايف تاتلسي، حبيت جربه. أول شغلة هاي كتير طريقته سهلة وكتير طيب وصراحة، بس قلت لحالي رح أسألكم إذا بتحبوا سوي لكم إياه بالبيت، كتير طريقته سهلة ما كتير صعبة، وصحيح لذيذ كتير بس بالبيت بيجي سعره أرخص من برا من البيم، لأن البيم يعني القطعة كتير صغيرة، إذا بدك تجيبي هيك وتضيفي لها ضيوف يعني بدك كتير، أما بالبيت بتسوى بسعر أرخص بكتير من البيم. وحطيت هلا الشمع وتفوق الركوة. هلا كتير منكم سألني من وين جايبه هاي تبعتي الشمعة وكذا، لأني أنا نزلتها على المنتدى قبل هذا الفيديو، هاي جبتها من ترنديول سعرها 22-23، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح أصوركم كيف الشراء من ترنديول ومن موضة سيلفي، لأني طلبتوا كتير مني هذا الشيء. وهلا بلشنا نشرب القهوة، وبنفس الوقت أنا هيك شوي حاسة بملل أو بجو الاكتئاب، لأن اليوم الجو كتير مغيم لدرجة إنه ما في ضوء برا، ما بعرف إذا ملاحظين حتى الإضاءة بتكون هيك ضعيفة بالبيت كتير كتير، فبحب بهذا الجو نطلع، بس إنه مع الأسف بتعرفوا أنتوا لا بقى في أماكن تروحي عليها ولا مكان إنه تقعدي فيه، والجو كتير برد بإسطنبول يعني، هلأ الجو مانو جو سياحة خالص، جو البيت والكنكنة والقعد جنب يعني تدفي أو هيك شيء، بس مع كل هذا بتحبي تطلعي تغيري الجو لو هيك تتنفسي شوي. قلت لحالي رح أطلع مشوار، بس قلت قبل ما أطلع بدي سوي المغسلة وأنظف هيك الحمام لأني رح تجيني جارتي اليوم، فأول شيء يعني بلشت أنظف المغسلة، فنظفتها بهذا البخاخ البانيو، هذا البخاخ جايبته من ماركت الفلة يعني سوبر ماركت الفلة، بس يعني من قبل مجربة تبعيت الحمام تبعيت البيم لاحظته سيء صراحة. ليش؟ لأنه عم ترجع المغسلة بعد يوم أو يومين بتلاقوا صفار عليها، أما لما عم بستخدم تبعات الفلة عن جد عم يضلوا شي أسبوع والمغسلة بتضل بيضة. المغسلة عندي ما بتصرف مي إذا انتبهتوا، فجبت هذا مستر مصر لأجربه إذا منيح ولا لا. أنا أول شي قرأت المعلومات وراء، قالوا بتحطوه وبتنتظري دقيقة أو دقيقتين، أنا انتظرت دقيقة ودقيقتين، وبعدين قالوا بتجيبي مي سخنة عم تغلي، فرحت حطيت بريق المي السخنة على الكهرباء، وهون بتكتي بعد دقيقتين المي السخنة. بعد ما تكتي المي السخنة كاتبيني كانوا انه بتنتظري حوالي 3-4 دقايق وما بقى بتفتح الحنفية، وانتو بس كتيت مية السخنة اسمعوا الصوت البقبقة اللي طلع جوا، ما بعرف شو صار، بس عن جد ما توقعت انه بيعمل هالفعالية مو طبيعية، يعني كنت انا بدي مبدل الخرطوم مثل ما بتعرفوا، بعد 3-4-5 دقايق فتحت المي شوفوا شلون، حبيت فرجيكم النتيجة، فأي وحدة منكم مع البلوعة عندها ما عم بتصرف او في مشكلة فيها جربوها، وعن جد نصيحة لان هي تجربتي وعجبتني صراحة كتير كتير. ونفس الوقت جبت من مستر مصر هاي تبعيت التواليت بشان تعقم التواليت دائما، هاي أول مرة بجيبها صراحة لأني في هاي على الجنب أنا بحطها، بس هاي قلت لحالي بدي جربها أنه عم بيحكوا عنها ممتازة، سعر 14 ليرة هاي، بتحطيها هيك بتلزقيها بتواليت، هي فيها شي 5 كبسولات بتلزقيها، وصراحة أنا ما عرفت ألزقها فطلبت من زوجي مساعدة فلزق لي إياها زوجي. طلع هلا بدي اكت بالشفاط مي، رح تشوفوا انه كيف فورا بتطلع رغوه وبتعقم التواليت، فرجيتكم شفتوا شلون، كتير كمان ممتازه عجبتني صراحه، وما بتبين انه انت حاطه شيء بالتواليت او كذا، العفو منكم، فحبيت افيدكم فيها. هي سعرها 14 ليره، ام تبعيت الحنفيه قصدي تبعيت المغسله سعرها 5 ليرات. هلا بدي احط وجبه غسيل واطلع، اول شيء بحط هذا المعطر اللي جايبته من روزمان،
كتير سألتوني منون جايبتي، من روزمان جايبته هذا المعطر، بحطه جوات الغسيل يعني مع الغسيل، ما بحطه فوق بالسحابة، وبنفس الوقت بستخدم سودا. هاي السودا بتشتروها من محل التنظيفات، ما بعرف إذا موجود بالسوبر ماركت. هذا بيخلي التياب اللي فيها بقع تروح، ونفس الشيء بيخلي الأبيض يصير ضاهج أكتر، فبحطه كمان نفس الشيء بالحوض، عرفتوا؟ وفوق هون ببلش بحط الدواء الغسيل. هلأ رح فرجيكم بحط هون، بحط دواء الغسيل. فعن جد بعد ما تطلع الوجبة رح تشموا ريحة مو طبيعية، ورح تطلع الوجبة نظيفة أكتر بكتير من قبل يعني. وهلأ طلعنا بعد ما خلصت كم شغلة عندي، ورايحين على ساحل ياني كبه. هو ساحل كتير حلو، بس قبل ما نروح قال لي زوجي خلينا نعدي على الفاتح، لان تعرفوا الفاتح هونيك كلها فيها سوريين كذا، هونيك النابلسية غير شكل، والمدلوقة والقهوة هونيك غير شكل. فقال لي بناخذ معنا نابلسية وناكلها على البحر. بتعرفوا ما بقى في لا مطعم ولا شيء، فانه كتير طيب النابلسية هونيك، فانه بنعدي على الفاتح وبنجيب معنا نابلسية ومدلوقة وبناكلها هونيك. صراحة أنا ما قدرت أصبر ما أفتح هيك أشم ريحتها. والقهوة غير شكل، القهوة شربناها على الطريق لما وصلنا على الساحل، لأني في مسافة بين الساحل والفاتح بتعرفوا هذا الشيء، وشربنا القهوة على الطريق. وبعدين بعدين رحنا على الساحل. عن جد الواحد لما بيطلع بغير جو، حتى لو ضل بالسيارة عن جد بغير جو، يعني شو ما كان يكون، المهم ما يضل بجو الاكتئاب وهيك. لو حتى لو نزل 5 دقايق وتمشى وراح على السوبر ماركت ورجع وما اشترى شيء، عن جد بتتغير نفسيته، بتتغير بترتاح نفسيتك. انا هيك بحس، نحن كنساء كلياتنا عنا هذا الشيء. سبحان الله رحت على هذا الساحل انصدمت، هي اول مره بروح على هذا الساحل، ما بعرف رايح عليه كتير، بس انا عم بمشي على الساحل ما شاء الله كل ما اروح وارجع الاقي مصريين مصريين، يعني ببين من لهجه بتعرفوا انتو. فانصدمت كتير، في مصريين كان وفي كتير أجانب يعني من غير جنسيات، يابانيين وروسيين. فحسيت إنه منطقة سياحية بدرجة أولى. بالعادة بمشي على الساحل ما بلاقي غير الأتراك، أتراك أو سوريين. فهذه المرة قلت غريبة، خلص نحن دائما بقول السوريين سوريين، هالمرة كان موجود جنسيات تانية غير سوريين، يعني ما لقيت سوريين، لقيت مصريين وليبيين، بس سبحان الله ما لقيت حدا سوري. فعن جد كتير هيك لما بتمشي بترتاحي نفسيتك، ونفس الوقت هيك حبيت أفرجيكم قديش حلو البحر بالشتاء، حتى بالبرد بتلاقوا البحر حلو. بهذا الوقت لقيت واحد عم يسبح بالبحر، فكرت انه عم يسبح، قلت له زوجي انه شو هاد، معقول بهالجو البارد انه واحد بيسبح؟ طلع لا، انه هذا التابع للبلدية بينظفوا البحر، ما بعرف اذا لاحظتوا، طلع بنظفوا هيك الوسخ على البحر وكذا، ما بعرف كيف، بس انه هو غواص. بس انه انصدمت، قلت لحالي مو معقول انه في حدا بيسبح بهالبرد وبهالجو الصعب، يعني مو معقول كل هالقد. وبعد ما اكلنا النابلسية والمدلوقة، الله يرزقك يا زوجي، يرزقكم جميعا، دوقوها كتير طيبة بالفاتح، بنصحكم فيها. في كتير يعني اماكن بالفاتح، ما رح احكي مكان محدد، اذا انتو دايقين مكان وعجبتكم اكتبولي بالتعليقات اي مكان عجبتكم اكتر مكان، يعني محل عجبكم فيه النابلسية والمدلوقة. هلأ رجعت على البيت، صار وقت اني سوي غدا قبل ما تيجي يعني جيراننا، لاني رح يجوا رجال ونسوان. فقررت اعمل معكرونة بشاميل. انتو بتسألوني انه كيف هيك انه بحافظ على جسمي كتير، منكم عم بقولوني نحفان كتير، انا نحفان شوي مو كتير كتير، رح احكيكم بالفيديوهات الجاي ان شاء الله كيف باكل، كيف بفطر، كيف بتغدى وكذا. فاول شي انا بستخدم دائما الاكل الصحي ببيتي، يعني ببعد عن الاكل المضر، كتير قليل لاكل اكل مضر، عرفتوا شلون؟ فطلع مثل ما كن شايفين نحن المعكرونة ما منجيب المعكرونة البيضة خالص، منجيب معكرونة السمرة. وجبت معكرونة السمرة وسلقتها، وبعد ما سلقتها حطيت البشاميل. البشاميل حتى لما بحط بسوي بشاميل بحط يعني الطحين الاسمر، ما بستخدم الطحين الابيض الا قليل جدا جدا. فسويت البشاميل. طريقة المعكرونة هي المعكرونة البشاميل أنا عملتها من قبل على القناة، حطها بصندوق الوصف، بس هلأ عم بحكيكم عن هيك الطريقة مختصر مفيد. بعد ما أجيب المعكرونة وأحط أول طبق معكرونة وأخلطها مع البشاميل من دون ما أدهن الدجاج خالص، بكوني محمية الفرن
من تحت وفوق. واليوم عملت المعكرونة بالبشاميل بالدجاج، حبيت جربها وهي أول تجربة لي وكانت كتير لذيذة. يعني بحط بصل ودجاج، يعني صدر الدجاج مقطع مربعات، وبهارات يلي بتحبوها انتو وفقط، وبس تستوي بنحطها هيك خالص، يعني ما في شي. والبشاميل طريقته كتير سهلة، يعني ما في صعوبة خالص. هلا راح احط الطبقة اللي بعدها، هي طبقة المعكرونة، ومثل ما يكون شايفين بحاول وزعها، وبحاول انه ما اكتر معكرونة كتير كتير، يعني كمية النشويات ما لازم تكون كتيرة، لازم تكون كمية البروتين اكتر من كمية النشويات. اذا لاحظتوا المعكرونة بالاخير بتكون قليلة مو كتيرة. واخر اخر طبقة هي البشاميل، هلا اضيفها فوق المعكرونة. وهون انا شو بعمل، يا اما بدخلها على الفرن مثل ما هي من دون ما احط الجبنة المونزريلا عليها، او انه لا بحط جبنة المونزريلا وبعدين بدخلها الفرن. بس انا اختصرت الوقت، حطيت كل شيء لانه بده يجوني ضيوف، فقلت لحالي بخلص منها وبكون جاهزة وانه بناكل قبل ما يجوا، عرفتوا شلون؟ فقلت لحالي لا خلص بحط كل شيء مع بعض وخلصنا. واحلى شيء انه جبنة المونزريلا هلا صرت اجيبها بعلبة، مثل ما بتعرفوا انه بتجي هي بعلبة وبدها بشر. فهيدا الخلاط تيفال يلي اشتريته ويلي عملت فيه هذاك الفيديو اللي قبل كيف بفرم فيه البقدونس، هو كمان ببشر لي الجبنة. هو كتير بفيدني عن جد هذا الماركة تيفال، هو الخلاط سعره 500 ليرة، كتير سألت عنه، جايبته من ماركة ميديا ماركت، كتير منيح ومعه كفالة 2، وفيه 1000 واط، وأنا حاكي عنه بفيديوهات قبل، كمان رح أحط لكم رابط فوق. هو صحيح إنه صار لي أنا يعني شي فترة 5 6 شهور جايبته، بس أنا عم بستخدمه وكتير عم تعجبني سرعته قوته فرم البقدونس. كمان كتير سألت عن فرم البقدونس، فيه أنا البقدونس بغسله مع المي والخل وبنشفه وبحطه بالبراد، بعدين بطالعه وبفرمه بكون ناشف، يعني ما بكون فيه مي، فلازم لما بتكون تفرموه بالمكسر لازم يكونوا ناشف. فكتير ناس كتير قالوا لي انه ما لنا خبر وكذا وهيك، فجربوه عن جد بترتاحوا وبتحس التبولة اسهل شغلة بتعملوها. نفس الشيء هلا انا اليوم بشرت الجبنة المونزريلا فيه، ومن قبل يعني بفيديو قبل كمان فرجيتكم لما بشرت جبنة المونزريلا فيه عم ببشرها، يعني بجيب القالب كله وببشره فيها وبحطه بكيس فريزا وبحطه بالبراد وبعيفه قد ما بدي. يعني هي احلى شغلة انه لما بدك تطالعي تسوي شيء تلاقي الجبنة مبشورة وخاصة ومانك محتاجة تبشريها، خصوصا انه احيانا بتجرحي ايدك من هذا المبشر. فعن جد مريحة هاي الشغلة الحمد لله، وبنصح فيه كتير لاني كتير صارت اجتني اسئلة عنه، لا كتير ممتاز وكتير كويس. وهلأ خلص حطينا اخر شيء الجبنة وصارت جاهزة، ندخله للفرن. أنا بشغل الفرن من فوق وتحت لأني كل شيء مستوي عنا، بس بدنا تتحمر الجبنة وتتطعم المعكرونة بالبشاميل وتصير الأكلة جاهزة. فأنا حطيته عيار عالي بسرعة عشان تصير جاهزة وناكلها بسرعة. وهلأ رح ندخلها مع بعض على الفرن حوالي درجة حرارة 200 من فوق وتحت، يعني حسب كل فرن. كمان اذا عندك قلاية هوائية بتقدر تدخليها، بس انا هي هذا الجاط ما بيسع بالقلاية الهوائية فما بقدر ادخله القلاية الهوائية، عرفتوا شلون؟ فاذا كانت كمية قليلة او صغيرة بقدر ادخله القلاية الهوائية. فاي شغلات بتخطر ببالكم وما بتخطر ببالكم بتصير بالقلاية الهوائية. فالله هيك خلص صارت جاهزة وعن جد كتير طيبة وحبيتها، لاني اول مرة بجرب طعمة الدجاج فيها، حسيت طعمة الدجاج كمان فيها لذاذة أو طعمة جديدة. فبنصحكم تجربوها واكتبوا لي انتو بتعملوها بالدجاج ولا باللحمة، وشو رأيكم فيها واحكوا لي عن رأيكم فيها بالدجاج. هلا بعد ما أكلنا والحمد لله بلشت أجهز الشغلات اللي بدي أضيف فيها ضيوفي. هلا كانوا ضيوف جايين عبارة عن رجال ونساء، الرجال سيجوا على دفعات والمرأة انه انا وحدة فقط، فالرجال سيجوا على دفعات. فهلا بدكم تشوفوني عم بحط فنجان قهوة وبرجع بسكب قهوة وبسوي قهوة، عن جد تلبكت وفزت 100 حيط، لاني لو انه مثلا تعملي شي 5 6 فناجين قهوة مع بعض انه اسهل، بينما كل شوي صينية تجي صينية تروح صينية تجي صينية تروح. فعن جد اول شغلة ما لحقت، يعني فجأة يعني انه صارت الشغلة وكذا،
فقلت لحالي انه ما رح اعذب حالي واعمل حلو، فجبت حلو جاهز، حلو العربي كلياتنا بنعرفه كتير لذيذ وطيب، فقلت لحالي حتى لو زاد بناكل معلش. هلا حتى لو انا بهتم بصحتي وكذا، اذا اكلت قطعة وقطعتين باليوم ما بتأثر علي، بس لما بتاكلي كميات كبيرة اكيد بتأثر عليكي. وهو قطعة واحدة حاج بتكفي صراحة لاني فيه كتير سمين. فهلأ أنا كتير انبسطت بجيد جيراننا، وهيك حلو الواحد يجتمع مع الناس، خصوصا جارتي السورية، خصوصا لما بتكون لهجتها مثل لهجتي، حكيها مثل حكي، مو مثل لما بقعد مع تركية بتحكي لغة غير لغتي، فبتكون في شغلات صعبة أشرح لياها، وهي في شغلات كتير صعب تشرح لياها، فأنا بصير برتاح وبحكي هيك براحة. وأكتر شيء انبسطت فيه إنه الحمد لله وأولادي الله يرضى عليهم، قلت روحوا اقعدوا بالغرفة وقعدوا هيك مع بعض، وانه لا تجوا مشان ما يزعجوا الجيران وما يزعجوا الناس. والله الحمد لله يعني كانوا مطاعين وسمعوا الكلام، بس انتوا ما بتعرفوا بعد هذا الكلام شو صار، اخذوا تخليطة وفستوا وراحوا وسخوا للدنيا، وانا رجعت عزة للبيت. بس معلش، المهم انه ما يصير دوجة او كذا او انه نتضايق او كذا، بالعكس الحمد لله ما حسيت بوجودهم، الحمد لله انه كأنه موجودين. هلا هون بلشت اني اعمل العصير برتقان على ايدي، بصير برتقان انا بكون مجمدته، وبصير برتقان عادي، وهو بسموه الاتراك لمونادا، بتحطي سكر حسب الرغبه ومي وبرتقان وفقط. واكيد هدول الكاسات اللي هدتني اياهم رشا، هي اول استخدام لإلي، عن جد كتير كتير حبيتهم على البرتقان. شوفوا لي اياهم والله العظيم، سبحان الله زكت رشا، يسلموا ايديك يا رشا، عن جد حبيتهم هيك لما سكبت فيهم البرتقان، فكان هي اول استخدام الي، فبتشكرك من كل قلبي على الهدية الحلوة، فحبيتهم طلعوا كتير حلوين الكاسات سبحان الله. انا قلت له لزوجي بعت لي كاسات من القنصل، ام جاب لي هدول سبحان الله، فسبحان الله كانت الصدفة ان اول استخدام الي لما يجوا جيراني وخصوصا السوريين، فانبسطت كتير. ولما قعدنا وصلنا نحكي انا وجارتي، فعن جد خبرتني كشغلة زعلتني كتير، شغلة انه اول شغلة جارتي هي بتكون بالسودان يعني عايشة، وهون هون هلا استقروا هون بتركيا، فرفيقتي من ايام الطفولة يلي كنت ادرس معها كمان هي طلعت بتعرف لجارتي هاي، فعم تقلي والله قلت لها كيف شلونها بالسودان، عم لها كيف رفيقتي كيف صارت وكذا هيك بالسودان، عم نحكي هيك يعني من كلمة لكلمة. فقالت لي والله من فترة لما عزمونا قالوا لنا انه اختها الكبيرة توفت بمرض السرطان. يا الله قديش زعلت، زعلت هيك يعني بعد ما راحت عن جد كتير اتضايقت، وكن قهرت من جواتي. اول شي رفيقتي بيكون هي اخواتها ثلاثة سلايب، اثنين بالسودان عايشين واختها هديك بسوريا، كتير زعلت لما عرفت يعني عمرها مو كبير كتير يعني اختها، انا بتذكر يعني انا بعرفها لرفيقتي يعني وبعرف اخواتها، فانه كتير زعلت وتضايقت. الله يرحمها، ادعوا لها، الله قولوا لها الله يرحمك وقولوا لها الفاتحة. اول شغلة تذكرت هيك انه كيف انه هيك الواحد ما بيحس بالنعمة اللي هو عايشها، بالشي اللي عايشه، انه قديش نحن عايشين نعمة كبيرة، انه الصحة، انه هي عبت اللي كانت انه امها عبتقول ادعو لها الله يشفيها، فقالت لي والله ماتت البنت كذا، فكتير اتضايقت وتذكرت قصة رفيقة يعني هي ام طلاب اختي اللي ساكنة بقطر، كانت مع مرض السرطان وكانت اختي تدرس ولادها. يعني شو بدي لكم، المرأة يلي كانت يعني الولاد اللي درسهم أختي هن صبيين، والأم ما شاء الله آية من الجمال، والولاد آية من الجمال، كل شيء يعني كل شيء بيخطر ببالكم ما كان ناقصون، من وضع مادي منيح، من جمال، من كل شيء من كل شيء. فلما كانت تروح أختي تدرسهم تقول لها لأختي إنه شايفة إنه أنا كل شيء عندي مصاري وجمال وكل شيء كل شيء، بس الله ما بيكملها للعبد أكيد، يعني هاي معروفة إنه ما في شيء كامل، فإلا ربنا هو الكامل، فهي الله أخذ منها الشغلة يلي هي صعب تجيبيها لا بالمال، ويعني صعب تجيبيها، مستحيل تقدري تجيبيها، أخذ منها الصحة،
كانت مصابة بمرض السرطان، فكانت تحكي لأختي إنه تقول لي يا ريت إنه يا ريت إنه كل إنه كوني فقيرة وما عندي بيت، وهي كانت ساكنة بفيلا، تقول لها ما كوني فقيرة وما عندي بيت وما عندي غرفة وما عندي ما عندي شيء، ما عندي شيء، بس إنه الله يعطيني الصحة وإنه يشيل هالمرض مني، وإنه أرجع بس أربي أولادي وأعيش معهم هالولدين، يعني إنه بس يعطيني الصحة. يعني بتعرفوا أنتم مرض السرطان مو مرض سهل. تذكرت انه قديش عانت المخلوقات، تحكي لها لاختي انه كيف بفيق بالليل بجن بضرب راسي بالحيط. عن جد نحن ما بنعرف هدول الامراض شو بصير معهم، شو بصير بيعانوا بالليل، خصوصا المتزوجة عندها اطفال كيف بيعيشوا ولادها بهالحالة. قالت لها انه ولادي يبكوا علي لما في اصرخ بالليل، قالت لها وجع مو طبيعي. فعن جد شعور كتير صعب، ما بعرف أنا شو صار معها بالأخير، يعني هل هي عايشة ميتة؟ إذا كانت عايشة ولا ميتة الله يرحمها، لأني بصير الرحمة على الميت والعايش. بس عن جد لهلا ما بتروح عن بالي هاي المخلوقة، دائما بتذكرها، بكتشف إنه الحياة ما لا يعني ما لا معنى إنه نبكي ونزعل وننقهر على واحد زعلنا أو أحد قهرنا، أو إنه اليوم ما قدرانين نعمل هالشغلة، أو أنا عندي شغل ومو قدراني أعمله، عم نبكي على شغلات تافهة، أو ابني والله كب هاي الشغلة أو كذا. وبينما الناس يعني الواحد لازم يبكي ويزعل على شغلة كتير إلى معنى كبير، مثل المرض، مثل الصحة، هي ما بتتقدر بمصاري ولا بشي. يعني هي كان معها كتير مصاري لتدفع المصاري كلها بس إنه ترجع لصحتها، بس ما بتقدر. يعني حتى بتذكر انه زوجها راح جاب لها من الهند دواء طبي هيك بشان انه مثل الفطر، انه بشان المرضى مرض السرطان. مع كل هذا انه من الدكاترة، انه شو ما كان انه العلاج مو بايد، لا بايد الدكاترة ولا بايد حدا، هي بايد ربنا سبحانه وتعالى. ف سبحان الله ما بعرف ليش تذكرت المخلوقة، كتير اتضايقت وزعلت بعد كل هاليوم، انه عن جد لما تذكرت هالقصة كتير اتضايقت وزعلت. وهلا وصلنا لفقرة أسماء المتابعين حبايب قلبي. رهف من سوريا، نورتي حبيبة قلبي. وشادية من سوريا، من اسطنبول، مقيمة باسطنبول، منورة يا شادية. وعنا منى من سوريا، ونور من ريف حلب، منورة يا حبيبتي. وأم ليال من حلب ساكنة بأنطاليا، نورتوا حبايب قلبي. إذا حابين أذكر أسماءكم بس اكتبوها تحت، ومن وين مقيمين ومن وين عم تتابعوني، وإن شاء الله رح أذكرها. ولهون بيكون نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا اللايك، وهلا بكم، تصبحوا على ألف خير. باي باي.